اهلا، انا عايزاكي تقولي الو، في تليفون ليكي. اوكي الو الو شيرين. ايوه يا نعم، ازيك؟ الحمد لله تمام. شيرين اختك صح؟ عامله ايه؟ اسمها عاملين ايه؟ الحمد وساره لله عامله ايه؟ الحمد لله وهم الحمد لله. منورانا. الله يخليك وربنا يخليك، واخباركم ايه؟ كله كويسين. تمام شريهان. والخطط، ها انت اللي ايوه بتقولي لهم خطط الفرقه الثانيه، التكتيك بتاعهم. انا لسه بتاعت كنا الخطط. بنقول ايوه انا يا جماعه بتاعت الخطط. هو ده. انا عايزاكي تقولي لنا بتعملي ايه مع نهله في الاوقات الصعبه اللي زي دي، قبل البطولات، الكواليس كده، كلميها تقولي لها ايه يعني. بصي، هو الحمد لله انا ونهله كمان، يعني الميزه ان احنا كنا بنلعب مع بعض، فمتعودين كده اللي هو ايه، يعني هي نهله برضو متصاعده معايا من زمان قوي واحنا بنلعب، فكنا متعودين كده. مثلا انا لو شايفه حاجه وهي بتلعب نفس المركز دي كمان، فدايما تلاقيني لو في حاجه مثلا شايفاها ممكن تلاقيني ايه، اقول لها لا اعملي كذا مثلا. كلهم والله، يعني كل بتوع المركز بصراحه اللي بيلعبوا معايا في نفس المركز، ساعات اقول ايه مثلا نهله هنعمل كذا هنعمل، بس نهله بقى عشان لما بتبقى معايا في البيت بيبقى في حاجات تانية بقى. مثلا نهله طب هنبقى نركزي النهارده في او البنت دي وقت هنا هنشوف الحاجات اللي بقى، غير بقى الحاجات النفسيه ان هو لا احنا هنكسب ان شاء الله. انت عارفه برضو ايه، يعني النفسيه دي مهمه الصراحه، يعني لازم تبقي تديهم دافع ان هم احنا لا هنكسب، حتى مش في الدوري او كده، في البطولات افريقيا او كده لازم يبقى عندنا دافع يا جماعه، ونفسيا حتى لو هم مهزوزين شويه نبقى احنا لا احنا جامدين يا جماعه وهنكسب ان شاء الله. فده بيبقى كلمات كده شويه، وبعدين هم ما شاء الله يعني ما بيتوتروش، هم ما شاء الله كلهم لعيبه كبار وبيأدوا اللي عليهم واكثر كمان. يمكن انت عليكي حمل كبير قوي، وهو دي قطه، حياتي؟ دي قطه لا دي لا ولا طفل؟ ده سيف الزغنون، انا عندي زياده كبير، ده سيف ما شاء الزغنون الله بقى ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا بيبارك يخليهم. بيبارك. بيقول لكم مبروك، يعني عايز اقول لكم مبروك يعني. ربنا يخليهم لك. ربنا بيبقى يخليك عليكي حمل الدعم النفسي، وده مهم جدا جدا، واوقات طبعا. كتير عارفه اللي بيدي الدعم ده اوقات بيبقى هو اللي محتاج الدعم، طبعا. وبيبقى اوقات خايف. بتعملي ايه في الاوقات اللي زي دي؟ والله العظيم انا ببقى ساعات، انا عايزه اقول لك ان في ماتشات ما ببقاش قادره اقعد على الكرسي حتى اكمل الشغل اللي انا بعمله من كتر الواحد ما بيبقى متوتر، ببقى قاعده متوتره جدا، ويعني بس عايزه ابين لهم لا لا يا جماعه هنكسب وما فيش الماتش طبعا. سهل خالص وما تقلقوش، انا عايزه حد يقول لي ما تخافيش. ايوه عايزه حد يقول لي لا ما تقلقيش هنكسب ما تقلقيش. فبحاول على قد ما اقدر طبعا ان انا يعني ابقى معاهم دافع، وان انا افهمهم ان الدنيا سهله والفريق فوق، ان احنا فرقتنا يعني قدها وقدود وما فيش اي حاجه تقدر تقف قدامنا. فالحمد لله، يعني الحمد لله ربنا هي هي دي هي دي المسؤوليه. طب انا عايز اسالك على حاجه شريهان، ايه اكتر فرقه بتشيلي همها تقعدي تدرسي لها كتير وكده؟ بصي، هو طبعا يعني طبعا احنا بنحترم كل الفرق جدا كلهم، ودلوقتي بالذات ان السنه دي كل الفرق دعمت فرقها بمحترفين. قبل كده الدنيا كانت مختلفه تماما، يعني قبل كده كنا بنبقى داخلين الدوري يعني شبه ان هو احنا يعني اقوى فرقه، اوكي. فبس بقى له فتره تقريبا سنه او سنتين سيف اغلبيه عامل الفرقه قلق. دعمت بمحترفين من بره، وفي لعيبه صغيرين كده. فدلوقتي احنا معانا، كان معانا فرقه السيتنج وفرقه صوتك بيقطع، صوتك بيقطع. في حته فيها شبكه. ماشي، احنا نرجع لك تاني يا شريان. دور شرهان كأخت وكلاعبة سابقة، يعني الدعم اللي بتقدمه لك، على فكرة اخوات ساعات بيعاندوا مع بعض يعني ساعات. لا 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 بالعكس. مش كل الاخوات احنا وشرهان، مش كل الاخوات ما شاء الله. بالعكس، انا عايزة اقول حاجة كمان، يعني سارة وانا وشرهان بنلعب نفس المركز، اوكي. ويعني شرهان كانت معانا في الملعب، وسارة برضه في المنتخب كانت معاها، يعني لعبنا احنا الثلاثه نفس التلاتة مع المركز. بعض. يعني احنا بنلعب نفس المركز، فدي حاجه برضه كانت مشجعه، يعني مشجعاني وكده. لما طلعت وانا صغيره، انا طلعت درجه اولى في سن صغير، فطبعا بيكون في رهبه يعني، بس كانت شرهان بقى هي يعني هي اكبر مني، فلعيبه فوق كانت مطمناني شويه. وطبعا يعني في الملعب برضه بتشن كتير، يعني احنا دايما كاربعات بنبقى ممكن شايلين بعض شويه، بنكون في اتنين من نفس المركز في الملعب فبنطمن بعض. و شريهان رجع تاني. شريهان الو. ايوه معلش انا اسفه يا جماعه، رجعت. ولا يهمك، كملي، معاكي معاكي، اتفضلي. فبقول لك، فطبعا دلوقتي في فرق كتيره جدا، فبيبقى شغل كتير ان الواحد بيبقى عايز يعمل سكاوتنج عليهم، لازم نبقى مع الفرقه.
ففي مثلا البطوله دي كان فريق سبورتنج والصيد ووادي دجله، فعلا الفرق الثلاثه يعني قدموا مستويات غير ان الواحد كان متخيلها بصراحه، عملوا ماتشات هايله وكبيره. فمثلا كان طبعا ماتش الصيد امبارح اللي هو النهائي ده طبعا الواحد كان شايل همه، لان عارفه برضو الماتشات النهائيه دي ما بتبقيش ضامنه برضو الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طبعا. فامبارح كان ماتش بصراحه الواحد متوتر فيه جدا. ولما نرجع بقى الكاس ان شاء الله، الكاس والدوري بقى لما يبداوا هيبقى بقى في ماتشات ثانيه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. مش نفسك ترجعي تلعبي ثاني يا ريم؟ انا طبعا نفسي. يعني الواحد عارفه على طول كده، انت عارفه انا اول ما بطلت قلت لها خلاص كده حلو قوي وكويس وبتاع، كل بقى ما الفتره تزيد وانت ما بتلعبيش احس ان لا الواحد كان عايز ينزل يلعب كده ويفتكر ويعيد الذكريات الحلوه دي. طيب انا عايزاكي تقولي حاجتين، حاجه لساره ونهله وحاجه لجمهور الاهلي. عايزه اقول لساره ونهله مبروك، وهم والفرقه كانوا هايلين امبارح ما شاء الله عليهم، وهم على طول قد المسؤوليه. وعايزه اقول للجمهور الاهلي يعني متشكرين جدا والف مبروك ليكم، وان هم على طول في ظهرنا، وان هم على طول مع الفريق وبيدعموهم، وكان في جمهور ساعات بيحضر وبيشجع ويعني بيجوا لنا كذا كذا ماتش في كذا اماكن. وطبعا بشكر مجلس الاداره على دعمهم ووقفتنا وقفتهم مع الفريق على طول. وامبارح كابتن الخطيب كان هنئ الفريق، وكان الوزير عمرو فاروق كان موجود، وكابتن خالد العوضي. فيعني متشكرين، وان شاء الله نوعدكم بالبطولات اللي جايه كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. متشكرين لكم جدا جدا طبعا. نعمل الاستضافات الجميله. ميرسي يا شريان، وسلمي لنا على سيف بقى. سلمنا على سيف وزيزو الاثنين. الاثنين بوسه لكل واحد. بيتعبوا. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. باي باي.